احنا زي ما كنت بقول لك في مصر احنا بنشتغل وبنشتغل على أصعدة مختلفة وإن كانت متوازية، يعني بنعمل إعادة هيكلة في الاقتصاد، بنعمل إعادة هيكلة في البناء الإداري للدولة، بنشتغل على تفعيل منظومات عدة زي ما بنتكلم على الصحة إلى آخره. وفي حاجة مهمة جدا اسمها إيه؟ اسمها مؤشر الشفافية. مؤشر الشفافية، طيب يعني إيه مؤشر الشفافية؟ هو باين من اسمه الشفافية والإفصاح ومشاركة المجتمع في كل ما يتعلق بالموازنة العامة الصادرة عن منظمة الشراكة الدولية. احنا بنشتغل على ده طول الوقت وبدأنا نحقق فيه مراكز جيدة، يعني احنا بنتقدم، ما احناش واقفين مكاننا. طيب احنا قدرنا ان احنا نحقق مراكز جيدة في ثلاث مؤشرات دولية للموازنة. طول ما انا بتقدم في مؤشر الشفافية، طول ما ده بيساعد على جذب الاستثمار، التحفيز يعني يبقى اصبح حافزا لجذب الاستثمارات. يعني ايه؟ يعني بصوا يا جماعه، لو افترضنا مثلا ان انا مستثمر بريطاني، طبعا شكلي ما يجيبش بريطاني باي حال من الاحوال، مهم يعني مثلا، فلو افترضنا ان انا مستثمر بريطاني، فيجي خواجه مستر وايت ياخد بعضه وعاوز يستثمر يعمل شركه في مصر، مصنع في مصر، ايا كان نوع الاستثمار. انا محتاج ايه؟ محتاج ان انا ابقى عارف تحديدا شكل المسارات اللي مطلوبه مني علشان خاطر اقدر اطلع التراخيص، اشتري الاراضي، اخد المخصصات بتاعتي اذا كان ليا شيء ما، هل ليا حوافز ما ضريبيه او استثماريه، هل ليا حافز على التصدير ولا ماليش، ليا ايه، طيب هصرف قد ايه لحد ما ابدا العمليه الانتاجيه بتاعتي، سواء اذا كان منتجي ده بقى هو حاجه صناعيه او اذا كان منتج خدمي الخ الخ الخ. هصرف ايه؟ هتعمل ازاي؟ انهي جهات؟ كل الحاجات اللي انا بقول لك عليها بل ويزيد مهم ان انا ابقى عارفها كمستثمر بريطاني اسمه مستر وايت. هي دي الشفافيه والمصارحه. طول ما الامور شفافه قدامي واضحه، على راي الجماعه الانجليزي يقول لك ايه؟ كريستال كلير، هي يعني نقيه نقاء الكريستال. ده يشجعني ان انا اجي. طيب لو المساله ضبابيه وغير مفهومه؟ اقول لك لا. يعني مثلا زي ايه؟ طب انا لما بدخل فلوسي بدخلها ازاي؟ طب واخرج ارباحي الراسماليه ازاي؟ مثلا، وده سؤال دايما بيتسال. طول ما ده قدامنا وواضح انا كمستثمر انا مبسوط. هنا بقى ابدا ادرس، والله هل مصر الاستثمار فيها جيد ولا مش جيد؟ طب يا ترى انا ارباحي هتبقى عامله ازاي؟ طب يا ترى انا اقدر احقق ربحيه ازاي؟ طب يا ترى انا اقدر اتحرك من البريك ايفن لمرحله المكسب الصافي ازاي؟ الى اخره. خليني هنا بقى افهم اكتر حول هذا الموضوع من استاذه ساره عيد، رئيس وحده الشفافيه والمشاركه المجتمعيه بوزاره الماليه. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك وبكل المستمعين. اهلا بحضرتك. يوسف كان يعني حاول ان يجتهد، ارجو انه يكون ما كانش بيفتي في مساله الشفافيه. لا ابدا، حاول بس مجرد محاوله. لا لا، محاوله جيده جدا، وقد تكون بقى مواطن برازيلي بدهيألي شويه نقول او هندي حسنة. يعني انا اجيب هندي يعني بس تمام. الله يخليك يا فندم. فمحتاجين ان احنا نفهم احنا بنتقدم في المراكز. احنا النهارده مركزنا قد ايه؟ من 10 سنين كان مركزنا فين؟ عملنا قد ايه علشان نتقدم هذه المراكز؟ وانعكاس ده على الجاذبيه الاستثماريه بتاعتنا كدوله. حلو قوي، انت بس قلت جمله هايله جدا، انه يعني هو كويس مش بس اللي بره بيشوفونا ازاي، لكن كمان احنا شايفين نفسنا ازاي. المؤشر ده هام جدا لانه بيعكس حاجه مهمه اللي هي اين ذهبت اموال الدوله. وده سؤال اعتقد صح. كل المشاهدين عايزين يعرفوه وبشده صح. ومحتاج كمان يتبسط، الناس من حقها تعرف المعلومه، وليه احنا حطينا اولويات الوقت اللي فات في قطاعات معينة، وليه هنعمل ايه الوقت الجاي. الاسئلة دي بتدور في ذهن ناس كتير على مختلف الاصعدة طبعا. والحقيقة احنا بقالنا 12 سنة، من 2012 كان مؤشر مصر الحقيقة 12 فقط على 100، وكنا الحقيقة على الرغم ان احنا كنا قبل كده من قبل 2012 كمان كانت يعني عندنا يعني درجات احسن من كده، لكن مع الثورة ومع كثير من الاحداث الحقيقة يعني وزارة المالية اخذت على عاتقها انها تشتغل على ثلاث ملفات مهمين. أولا ميزانية الدولة، فشفافية كل ما هو
قبل إعداد الموازنة وبعد إعداد الموازنة، والفلوس في حساب نصف سنوي كشف حساب بناء عملنا إيه في الموازنة، تنفيذها على الأرض، الرقابة عليها، التنفيذ المتابعة، ده مؤشر. المؤشر الثاني بعد ما طلعنا كل الأرقام دي، طب ما هو كان مواطن عرف عن المعلومة، احنا ممكن نحطها وتم نشرها، وده الحقيقة هم بيقيسوه إلى أي مدى احنا بذلنا مجهود إن الناس تعرف، وإن احنا كمان نشركهم في القرار في المحليات. ودي احنا عملناها من خلال حاجة جميلة اسمها الموازنة التشاركية، وده اللي أنا عايزة بصراحة أشيد بيه بجهود شباب الفيوم العظماء الجمال والإسكندرية، ودلوقتي إن شاء الله بني سويف وأسيوط، إن هما بينزلوا في المحليات، بنتم تمكينهم تدريبهم ازاي يقروا الموازنات، ازاي يتابعوها، ازاي يرجعوا لمتخذ القرار، ومن خلال جلسات استماع جماهيري ازاي يشاركوا بارائهم ويكونوا حلقه وصل ما بين المحافظ وما بين الناس. المهم ان في الاخر نطور مع بعض المنظومه. والمؤشر الثالث وهو الاساسي طبعا فيهم كلهم هو بقى المراقبه اللي برايا، يعني كويس انا بتكلم عن نفسي بقول ايه. طبعا هو المؤشر ده دولي بتعمله منظمات عالميه وبحياديه تامه، واللي بياخد كل البيانات ويقيسها مش الوزارات، يعني منظمات مجتمع مدني، عشان يطمنوا انه ان البيان صحيح، فبيراجعوه ثلاث مرات جهات خارجيه، ثم انا من حقي كحكومه او وزاره ان انا اقول الكلام ده صح ولا لا، ثم بقى واحد ثالث يقرر اذا كان انا الصح فيهم عشان يطمنوا تماما ان المعلومه صحيحه وعليها كل الادله. المؤشر الثالث الفرعي هو الرقابه على الموازنه من الجهاز المركزي للمحاسبات والبرلمان المصري، الحقيقه ده زاد 10 درجات لوحده. بالنسبه للشفافيه زدنا 6 درجات عن اخر سنتين، هو بيتعمل كل سنتين، وزاد تراكمي 36 درجه مئويه من 2012 وحتى الان. اما بقى المفاجاه في مشاركه الجمهور مع الحاجات المبتكره اللي احنا عملناها، واللي انا احب جدا طبعا ان في مرات اخرى نبقى نجيب الشباب نفسهم ويتكلموا عن تجربتهم، احنا تصاعدنا ب 16 درجه مئويه، بقينا دلوقتي نحتل المركز الثامن عالميا، المركز الاول لكوريا الجنوبيه وبريطانيا، احنا دلوقتي بقينا بعد فرنسا واستراليا على طول. احنا يعني انا بتكلم بجد والله، احنا تخيل بقى ليه؟ اولا لان كل بلاد العالم يعني طبعا مع الجائحه ومع كثير من التحديات، في بلاد كتير جدا متقدمه ابتدت تتراجع، ما قدروش يبذلوا نفس المجهود في اتاحه البيان. احنا زدنا، واحنا من اتكتب عننا كده في التقرير السنه دي، من بلاد قليله جدا منها جنوب افريقيا وناميبيا وزامبيا من افريقيا هم اللي عليوا، في حين في بعض الدول من دول غرب اوروبا وكندا وامريكا تراجعوا. بالنسبه بقى للمشاركه المجتمعيه، وهي دي الحته لانها حته فعلا فيها ابتكار شويه، ان احنا قدرنا ان احنا نطبقها بس بشكل جديد ومختلف، لان احنا الحقيقه النموذج بتاعنا مش بس هو نموذج الوطني للموازنه التشاركيه، شارك فيه على الاقل 6 أو 7 وزارات، لكن كمان هو يعني تمكين للمواطن، احنا يعني بنعلمه كل ما هو الموازنة ازاي يقراها، ايه احنا على اي اساس بنحط الموازنات، كمان وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ازاي بنوطن اهداف التنمية المستدامة، ازاي نقيس الاصل، وزارة التنمية المحلية كان ليها دور كبير جدا، احنا دراسات الجدوى اتعملت ازاي على المشروعات ديت، ثم بعد كده علمناهم ازاي يكونوا قادة مجتمعيين محليين يرصدوا المشاكل يرجعوا بيها لمتخذ القرار، وده طبعا من خلال ايات كتيره زي جلسات الاستماع، ثم عشان يتخرجوا لازم يحلوا مشكله مجتمعيه بدون اضافه اي اعباء اضافيه على الدوله بشكل تطوعي تماما. صح صح 100%. فهي حلقه مهمه جدا، من غير ما يكون في مساءله ومتابعه ورقابه ثم استجابه من متخذ القرار، عمرنا ما هنقدر نقفل الحلقه المفرغه دي. لا ده احنا لازم تنورينا ونقعد ونتكلم في ده بشكل اكثر اتساعا. احنا بقينا رقم 8. انت قلت لي كده السنه اللي فاتت. ما انا كل مره طب انا قلت لك طب مش ما 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 هتلاقي وقتك اللي ما بيسمحش، انا وقتي متاح، انا موجود. يعني على العموم خلاص احنا يعني لا ده بجد والله العظيم لازم ده موضوع انت مهم. هتبقى سعيد جدا بالشباب، واتمنى كمان لو قلت لي قبلها اجيب لك عينه مختاره من اسيوط بني سويف اسكندريه الفيوم. احنا متفقين 100% متفقين، تم توقيع التعاقد دلوقتي اهو على الهواء، يلا بينا. بتكلم بامانه، اشكرك جدا 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 استاذه ساره عيد، رئيس وحده الشفافيه والمشاركه المجتمعيه بوزاره الماليه.